بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو لليوم راح أشرح كيفية حذف رسائل الماسنجر من الطرفين. هلأ عشان نحذف رسالة الماسنجر من الطرفين، بعد طبعا بحدد لأحد الأصدقاء عن خلال الماسنجر وبدي أحذف الرسالة من الطرفين بحيث تختفي عندي وعنده. الطريقة راح تكون على الشكل التالي: بعد ما فتنا على تطبيق الفيسبوك راح نكبس على إشارة الماسنجر الموجودة بالأعلى على اليسار، راح نكبس عليها ضغطة. هلأ فتنا على محادثة مع أحد الأصدقاء، على سبيل المثال بدي أختار هذا الصديق، بعثت له هاي الرسالة وبدي أعمل له حذف لها هي الرسائل اللي بعتها. هلأ الطريقة راح تكون بكل بساطة: راح نكبس ضغطة مطولة على الرسالة، ضغطة مطولة راح يطلع عندك على الشكل التالي خيارات بالأسفل، فراح يطلع عندك مجموعة كبيرة من الخيارات. راح نشوف بالأسفل في عندك أيقونة اسمها إزالة على الشكل التالي. هل إذا كبسنا على كلمة إزالة يطلع عندك خيارين: إزالة لديك أو إلغاء الإرسال. هلا لما أكبس على كلمة إلغاء الإرسال راح تنحذف الرسالة من الطرفين، راح أكبس إلغاء الإرسال وهيك انحذفت الرسالة من الطرفين، وعند صديقي ما راح تظهر الرسالة اللي بعتت له إياها أبدا. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني أعمل حذف لرسالة من الطرفين. هلا الفيديو بيكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.